السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق ينفي اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للعام الدراسي الحالي، وعلى أساس أكو اجتماع اليوم هم نفاء، قال ماكو أي اجتماع ولا حدد أي يوم. المهم يعني نزلون الخبر ورا شوية قالوا ننفي هذا الخبر، وهي مبينة يعني للمراحل الغير المنتهية والسادس الابتدائي يعتمدون على درجة نص السنة، أو السادس إعدادي والثالث متوسط راح يمتحنون وزاري، أو ما أدري ليش يعني ما يفرحون الطالب كل شوية وقالوا ننفي اعتماد درجة نص السنة. المهم خليكم ويا الفيديو. سيدات والسادة، تحية طيبة لكم، نتمنى أن تكونوا دائما بصحة وسلامة إن شاء الله. تم تداول أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أن هناك اجتماع بين لجنة التربية النيابية وبين وزارة التربية أو اللجنة الدائمة للامتحانات حول اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية لهذا العام. لا يوجد أي شيء من هذا القبيل، وهذه الأخبار هي عارية عن الصحة، وإن كان هناك تواصل بين الوزارة والمديريات العامة للتربية هذا لا يعني أنه يجب أن وضع كل هذه الأمور على طاولة الإعلام والنقاش. هناك أمور يجب تداولها والحديث عنها ضمن سياق العمل في وزارة التربية، إنما ما يخص العام الدراسي التعليم الإلكتروني مستمر لكل المراحل الدراسية، ولا يوجد أي اجتماع لهذا اليوم. سبق وأن ذكرت وزارة التربية أنه بعد عطلة العيد ستكون هناك اجتماعات لتبادل وجهات النظر حول مصير العام الدراسي الحالي. متى ما تبلورت هذه وجهات النظر وهذه الأخبار بشكل صحيح وبشكل قرارات تخدم الطالب العراقي وتخدم العملية التربوية، سيتم إعلانها إلى الإعلام، وكذلك تعميم هذه القرارات إلى كل المديريات العامة للتربية للعمل عليها. أما إلى الآن فهناك التلفزيون التربوي الذي يقوم ببث الدروس الموجه للمراحل الدراسية، كذلك التعليم الإلكتروني عبر المنصات مستمر، كذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الكوادر التدريسية والتلاميذ والطلبة. نتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع في أداء مهامهم، وشكرا جزيلا. ومرة أخرى ننوه أنه هذه الأخبار كاذبة، وهناك مواقع رسمية لوزارة التربية ممكن زيارتها والتأكد من صحة هذه الأخبار. التوفيق للجميع إن شاء الله.